الحبيب هذا هو اللي خليني أسوي هالفيديو. إليكم القصة كالتالي. أنا عندي عادة في حياتي أني أحب أول ما أقوم من النوم أشرب عسل. شلون أشرب عسل؟ بالضبط كذا، لا قفشة ولا غيره. وأتلذذ فيها، وبعدين عاد أروح أفرش، أتزهب، أنطلق في يومي. وهالعادة هذه صار لها سنين معي. فقبل كم أسبوع قوط العسل اللي عندي، غرشة العسل اللي عندي غرشة أحلى، أحس إني كذي إنسان معتق. فغرشة العسل اللي عندي خلصت، وتميت أسبوعين تقريبا بلا عسل. ليه قبل تقريبا أسبوع ونص، وأنا على فراش النوم، حال الكل من سدر حطقطق بالتليفون، كان يطلع قدامي اكونت اسمه بحيره. دشيت على هالاكونت، اتعبث بالاكونت، الاكونت جبار يا جماعه، شيء محترم، شيء راقي، مزرعه بالكويت تشجع السياحه الزراعيه، وعندها مرافق، وعندها انتاجيه، وعندها اونلاين ستور، محل اونلاين تبيع فيه منتجاتها. فقمت اتعبث بالانستغرام، عجبني الوضع، دشيت على المحل الاونلاين مالهم، شفت وايد منتجات، لين ما وصلت عند العسل لقيت منتج واحد، هالحبيب هذا راح تشوفون طاير نصه. لما شفته مكتوب عسل بالفلفل، انا هني هلا بالزين. والساعه 12:30 بالليل، يعني الواحد يشتري اشياء مرات ما لها داعي 12:30 بالليل، عشان اقول والله ما ارد، دام ان العسل عندي خالص خل اشتري. شريته، وصل لي بعد يومين. تبارك الرحمن، مو مجاملة ولا عجيب، عسل ووايد حلو، وغير انه حلو فيه لذعة كذي جديدة، لذعة الفلفل لذيذة، ما شو اوصفها؟ ما تنوصف، وين هي وصفها؟ كلاميا ما اقدر اوصفها. عجبني، قلت مو بس اشرب الصبح، كنت اكله مع بعض الاكلات. امس واحد من الشباب طالب منا بيتزا، الشيف يوسف العنزي يسوي بيتزا جباره، طلبت منا بيتزا، تالي الليل قاعد اكلها، فحط عسل يم البيتزا، صورته، قعدت اصبصب العسل على البيتزا واضرب، وسويت منشن حق اكاونت البحيره، كانوا يدشون عليه بالدايركت، السلام عليكم، انت تطبخ البيتزا تسويها؟ لان بخاطرنا نطلب، شكلها صراحه لذيذه، وصدق البيتزا لذيذه ولا. وهذا اكاونت الشيف يوسف العنزي، دشوا كلموه بالدايركت وتكفون جربوا شورت تريبس بيتزا، ودعوني او دعوا علي كلكم. المهم دشوا عليه بالدايركت، قالوا لي تسويها ما تسويها نبي نطلب. قلت لهم لا يا جماعه الخير، عفوا لا يا جماعه الخير، هذا اكاونت الشيف، طلبوا منه والله يبارك ان شاء الله. وحزتها قمنا نتحرش ببعض، انا واللي ماسك اكاونت البحيره، انتغش مره يمين يسار، قلت لهم يا جماعه الخير ما يصير ادمنت على العسل مالكم، بس في عيب شرعي، مو حار وايد، يعني ابي يصير لاذع اكثر. حاولت بشتى الطرق، الحين هذا داخل فلفل ترى، فلفلتين، يعني وصل فيني الحال ان انا امسك الفلفل ارعصه داخل، ارعصه بحلجي، شو اسوي بعد؟ وصلت مرحله اللي خلاص ابي يصير لاذع اكثر من كثر ما انا حبيت الوضع، عسل وفلفل. كان يقولون ابو عثمان، واقول لكم الحين من ابو عثمان، كان ابو عثمان يا يبا هذا عسل، عسل مو معبوت. في فرق. تحرشنا ببعض، تغشمرنا، كان يقولوا لي اطمع اسمك رقمك وعنوان المنزل، وراح انزل لك نقصه صغيرونه كذي لبن جديد بالفلفل معبوت، جربوا. انا قلت بارك الله فيكم يعطيكم العافيه، فمتوقع اني اوصل لي تشيز في معيبيته، فليفليفله، البينه، هذا يعني كذي هم معتق، كلام معتق. لكن اللي وصل لي يا جماعه الخير لا اتكلم عليه، شوفوا مع بعض. واحد، اثنين، ثلاث، تبارك الرحمن، اربع،
أمس. وهذا عاد الزين كله، هذا اللي أنا والله من أول ما أصلي أبي أبطله، أبي أجربه، بس احترمت نفسي قلت لما أسوي الفيديو أجربه لايف. ستة كاس وصلت لي، هذا اللي قصتهم، هذا اللي قال لي اللي كان ماسك الأكاونت قاعد يكلم نزل لك كم شيء بسيط. وكل كيس فيه بلاوي، والحين راح أسطرها قدامكم عشان نشوف شنو عندهم شنو ما عندهم. ولكن قبل ما نشوف شنو النقصة اللي دزوا لي إياها وشنو الأشياء اللي بالكاس، خليني أقول لكم نبذة بسيطة جدا عن البحيرة. لمدة سنوات وايد من الناس كانت تقول لي خل نروح البحيرة، خل نزور البحيرة، خل نشوف إيش عندهم. عندهم الحين موسم قطف الفراولة، عندهم أكواخ، عندهم الحين موسم قصب سكر، طشر حكي. ولكن من سنوات ما تشجعت إني أروح المكان اللي اسمه البحيرة، وحزتها كان اسم البحيرة الزرقاء، ما أدري إلى الآن اسم البحيرة الزرقاء ولا لا، ولكن اللي أنا قاعد أشوفه اسمه فقط البحيرة حالياً، فما أبغى تشجعت. فلما طلع لي بالإنستغرام قبل أسبوع وشوي بالغلط، قلت يا ليتني سامع كلام الناس اللي عزمتني قبل. ليش؟ أول شيء مهما راح أتكلم على هالمكان ما راح أوفيه حقه، لازم تشوفونه بنفسكم. وهذا إنستغرام، دشوا تعبثوا واستمتعوا. البحيرة هذه مزرعة بالكويت، اللي قائم عليها ويديرها شخص اسمه عبد الرحمن العوضي، الأستاذ عبد الرحمن العوضي أبو عثمان. الإنسان هذا شفت له مقابلة قبل يمكن سنتين ثلاثة، كذي ما أعرفه، بس شفت له مقابلة فأذكر شكله. وليش متذكر هذا الإنسان؟ أولاً طبقة ونغمة صوته مميزة، لما تسمعونها بتعرفون شو اللي أقصده، مميزة. كاريزمته وشخصيته وأسلوبه وطاقته وفكاهته جميلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. كل هذه الأمور اللي فيه تبارك الرحمن جميلة، شلون يتكلم، شلون يقدم نفسه، شلون يتكلم عن مشروعه، الباشن، الحب والعشق اللي يتكلم فيه عن الأشياء اللي قاعد يسويها، تخليك لا إراديا تنجذب وتحب وتتقبل هذا الإنسان. تبارك الرحمن، القبول من هذا الإنسان غصبا عليك، حبيته ما حبيته راح تتقبله وراح تحبه كشخصية. فتذكرت من هذه المقابلة، فلما شفت الإنستغرام وشفت أنه أقوى القائم عليها، سبحان الله انفرجت أساريري وارتحت، يعني لا إراديا وبسرعة كذي ارتحت لهذا المشروع. فعقب ما تعبث بالإنستغرام وخلص منه دشيت على موقعهم اللي هو الستور أو المحل، لقيت أن عندهم منتجات تبارك الرحمن، والله العظيم يعز علي يقول هالكلمة هذه، ولكن ما نشوف كذي بالكويت، أشياء حيل قوية الواحد حيل يفتخر فيها. فلما شفت أنا الأكاونت مالهم وشفت الستور بعدها، شيء حيل مدعاة للفخر، شيء حيل أنا استنست أن هذا أول شيء بديرتي، ثاني شيء من عيال ديرتي، ثالث شيء بإدارتهم وإشرافهم، ورابع شيء مو بس مزرعة، لا لا، هم تعدوا مرحلة إن مزرعة ووجهة سياحية زراعية، هم دشوا الآن في مرحلة منتجات اقتصاد. لما أشوف ناس تتعب من عيال ديرتي وفي ديرتي وتطلع أشياء نظيفة راقية جميلة لذيذة جودتها جدا عالية، أنا أستانس. طبيعتي شخصيتي أحب لما أشوف عيال ديرتي وفي ديرتي أشياء قوية بهذا المستوى. فدشيت وطلبت واستانس على الوضع، وصار اللي صار، المناوشات والغشمر والتحرش بالدعرة. فهذه قصة المزرعة وهذا اللي صار بالنسبة لي أنا. خلونا الحين نشوف شنو هم دازيني. أنا شفت شيء واحد اللي أنا حطيت عيني عليه وقلت راح أذوقه قدام الكاميرا، وكنت حيل صادق بي بالريفيو والفيدباك مالي برأيي، ولكن خلينا نشوف الأشياء الثانية اللي هم دزوها. الكيس الأول، أول شيء عندنا هني معابيتش. أنا إنسان أحب الأشياء الفلفل، أحب الأشياء الحارة. عندنا هني معبود شمندر،
مبين ولا لا، مع بوتشمندر تكفى. شوف شوف الباكجينج، راح اتعب اذا راح اتكلم عن الباكجينج، كل شيء اعتقد راح يكون مبين، كتاب مبين من عنوانه. وهنا عندنا معبوش خيار، هذا الواد هم راح تكيف عليهم ولا راح تمزج. معبوش سمندر ومعبوش خيار. معبوش زيادة، معبوش جزر، معبوش قرع، ومعبوش أحمر حار. أعتقد هذا اللي بين راسي مبين مبين. والشيء الحلو تو شفته هني، اعتقد هني مو موجود، ولكن ما ادري ليش هني موجود، حاطين لي نيوتريشن فاكتس. انا جدا 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 احترم الشركه والمنتج اللي عليه نيوتريشن فاكتس، خصوصا الحين صار في وعي صحي اكثر، شنو اللي ابيدش في جسمي، سعرات حراريه، كربوهيدرات، دهون، اللي هي الكربوهيدرات اللي هي النشويات، الدهون، البروتينات، نسبة السكريات إلى آخره. فأحترم وأستانس جدا لما الشركة تحترم الناس وتحط النيوتريشن فاكت. هذا في جيل وايت. قول هالبينو أخضر، هالبينو أخضر، عندنا هالبينو احمر، يا الله سترك. وعندنا هني مخلل شمندر رحنا فيه. وعندنا هني معبوش باذنجان بديان، اتشار كويتي. خردل شاي نبته، شاي أخضر بالنعناع، وشاي نبته عشبة الليمون مع الزنجبيل. سبحان الله لما دشيت على الأكاونت مالهم أو على الأونلاين ستور، غير العسل كنت بطلب والله هذين الاثنين، بس ما طلبتهم، قلت ما له داعي، خل أجرب أول شيء منتجهم الأول، ثاني يصير خير، شكلهم هم دازينهم، والريال ما يدري عن شو اللي أنا داش عليه من قبل ولا شو اللي أبي، يعني هم هذا كله هو اللي مختار لي. دلة نبته، اعتقد هذه دلة جاهزة، اللهم تزيدها ماي وفنايينها معاها. هذا كلهم منتجات ترى يا جماعة كويتية، مسوينها ناس شباب. ابو عثمان ترى بعدك شباب، ها ما قاطب فيك، كويتية الماركة هذه نبته، اعتقد وايد مرة علينا، اعتقد بترولي ويمكن بالجمعيات موجودة، وهذا أنا أذكر شفت لها تقرير إخباري عنها قبل فترة لما شهرت إن هذه الغصات زاهرة بس تزيدها ماء وشايها منها وفيها. هذيل أيضاً وصلوني بهالكيس، هذا بيديان، بيديان راح أطلع واحدة بس، ها خليها هني عن الخاطر. هالمزيونة قرع ايضا من انتاجهم. الحين عاد وصلنا حق الشيء اللي انا حيل ناطره، كنت حاطه بالفريزر لان ابي بارد، ابي استمتع فيه. لبن دازيلي، نوعين من اللبن اللي عندهم، اول لبن بالكمون اللي هني، هذا اللي انا ناطره واللي ابي امزج عليه. ليش؟ لان لبن بالفلفل، لبن بال فخلونا نجربه مع بعض. ودي والله اجرب كل هالاشياء، قلت يعني قلت اجربهم كلهم قدام الكاميرا ولا لا، بس قلت لا يعني كل هالمعابيش اعتقد حاجه راح ينضرب راح يروح فيها، فقلت لا راح اجرب شيء واحد الا وهو اللبن بالفلفل. بسم الله. بيقعد وقاعد ليه ما بدك تعدل؟ خلنا نقعد شوي زيادة.
قل له، قل له. لحظة، ما كنا ما بدك تعد. لحظة، نص طار طبعا، هذا كله علشان تبدا هو عادل. لذيذ لذيذ والله، لذيذ. مو الحامض وايد ولا اللي يكون كذي رايب وايد، المر بين البينين. وهذا اول مره يعجبني كذي، انا عاده احب الحامض، بس اللي يزيد الطين بله بشكل جدا ايجابي الفلفل اللي داخل. لذة، نطعة، لذاذة، استرداد. تيست أول مرة يمر علي، طعم أول مرة أنا يمر علي، حيل حبيت، حيل حبيت. الحمد لله، من الصبح هو واصل لي، ما تجرأت أفتحه ونطرت الحين كم ساعة، يمكن 10 ساعات 12 ساعة، بس النطرة كانت حيل ورثت، حيل. شنو ورثت بالعربي؟ ورثت، ورثت. تسوى، حيل النطرة تسوى. أنا عربي شوية شوية، أنا يدرس داخل أمريكا عشان كذي ما في عربي وايد. هذا النقصة اللي قال لي عنها، وما بيذكر اسم الشخص اللي كلمني، يمكن ما يبين أذكر اسمه، ولكن أحد القائمين على هذه المزرعة. أنا قلت بيدز لي يعني ها بوطيين مع بوتش مع البينة، لكن تبارك الرحمن مثل ما تشوفون الرجال دز لي تقريبا يعني مجموعة كبيرة من منتجاتهم، وترى عندهم وايد منتجات أكثر من هذه. نصيحة، دشوا انستغرامهم ودشوا الستور مالهم، تعبثوا وشوفوا الجمال بنفسكم، لا تاخذونها مني. يمكن أنا قاعد أكذب، من قاعد جامل دز لي ولازم أسوي ريفيو، مو لازم. أول شيء ها أنا هذا مسوي من كيفي، هم اللهم دازين نقصة، لكن أرد أقولها، لما أشوف شيء أنا أفتخر فيه وأنا أسعد فيه وأنا حسيت أنها طاقته جدا جميلة وإيجابية، أنا أستانس. فهذا الفيديو بالنسبة لي هو مجرد انعكاس لوناستي وانعكاس لسعادتي وانعكاس لإحساسي بالفخر بهذا الشيء، المزرعة، الإشراف، الإدارة، التنفيذ، الإنتاج، المنتجات. لذلك شكرا جزيلا، شكرا جزيلا جزيلا، شكرا جزيلا. يبي لي أروح جزيرة، يبيني فقر جزيرة. شكرا جزيلا للشخص اللي تواصل معي بالدايركت، وشكرا جزيلا للكرم والجود والطيب والنقصة الجميلة هذه اللي أنا صراحة راح استانس عليها وايد، راح أمزج عليها وكيف وايد. وغير كذي أدري الوادع راح حيل تمزج على المعابيت هذه، خلصين منها. أكرمكم الله ويعسى إن شاء الله يبارك في رزقكم وحلالكم وإنتاجكم ومزرعتكم وروحكم الطيبة والجميلة. وايد وايد استانس بالنقصة هذه، وبطني اكيد راح يستانس فيها. دشوا تشيكوا الانستغرام مالهم، واذا عندكم اي اسئله او استفسارات او حابين ان يكون في بيننا تعاون، تواصلوا معي عن طريق الدايركت في الانستغرام او عن طريق الايميل الرسمي. السلام عليكم. الحمد لله.